السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله يا حبايبي النهاردة هتكلم في كذا نقطة أنا اتسألت فيها على القناة، بس حبيت بس أوريكم القطيع وأقول لكم إيه اللي حصل. أنا هنا عندي نتاية، أنا ذبحت كل الذكورة قلت لكم قبل كده في الفيديو اللي قبل كده، بس اكتشفت إن في نتاية رجليها ورمة خالص ما كانش قادرة تقف عليها فذبحتها، لانها كانت تعبانه جدا. اما القطيع الابيض فامبارح ساعه ما جت اذبح النتال رجلها ورمه، ابو حمزه قال لي خدي في ذكر، اكتشفت ان في ذكر تاني مع القطيع الابيض عامل مشاكل جامده ومش عارف ايه. فلما ذبحت الفرد فاكتشفت ان هي نتايه وفي قلبها بيض كتير، فزعلت بجد وقلت له كانت عامله مشاكل ايه، اللي كانت عامله مشاكل بتجري ورا اخواتها ومش عارف ايه. فانا بصراحه زعلت ان هي كانت نتايه يعني. وعايزه اقول لكم ان هم بيبيضوا بيض برشت يا جماعه كتير، اكتشفت وانا بنضف لهم النهارده ان السلاجه تحت مليانه بيض برشت وبيض يعني بيضينه صفار على طول، يعني حتى مش ملوش كيس، فاحنا بنسميه سقط، فهم بيضين بيض سقط. فان شاء الله هنحط لهم علاجات للموضوع ده النهارده. وده القطيع اللي هو اخدنا منه بيض مهجن للفقاسة، وتعالوا كده نروح مع بعض عند الفقاسة نتكلم في الاسئلة اللي سألت لي النهاردة عن الفقاسة ونسبة الرطوبة والحاجات دي، فتعالوا عند الفقاسة. ودي الفقاسة حبايبي اللي احنا اتكلمنا عليها وعملنا عليها فيديوهات قبل كده. واحدة بتقول لي ان هي في اخر 3 ايام بترش البيض بتاعها مية والبيض عندها ما بيطلعش او الكتكوت بيموت منها في البيضة. طبعا الكلام ده خطر جدا وغلط جدا جدا اللي انت حضرتك بتعمليه، لان انت كده بتعملي صدمة للكتكوت جوه البيضة، بتجيبيله زي صدمة كده او جلطة بتخلي الكتكوت يموت جوه البيضة. احنا كل اللي بنعمله يا جماعة ان احنا عندنا، طبعا لو حضراتكم عندكم فرن زي ده كده، كل اللي بتعملوه ان انتوا بتحطوا له صاجه وبتملوها ميه، بتاخد انا عندي بتاخد الصاجه دي لتر من الميه خلاص. دي نسبه كبيره جدا عندي في الفقاسه، فمش محتاجه ان انا اقيس درجه الرطوبه او كلام من ده. هي ما شاء الله الصينيه عندي مليانه ميه فبتعمل رطوبه معتدله عندي داخل البيضه. لكن لو حضراتكم بتعملوا في حاجه ويكون مثلا بتحطوا لها برطمان او كوبايه، او الناس شفتها كتير بتعمل بالسفنجه دي، بتيجي على اخر 3 ايام وبتزودي نسبه الرطوبه عندك في الفقاسه، زي مثلا ايه، تحط بدل ما هي كوبايه تحط كوبايتين، او بدل ما هي برطمان بتحط برطمانين، المهم بتزودي نسبه الرطوبه عندك في الميه. اما بالنسبه ليا فانا عندي اصلا اوريدي الصاجه دي بتاخد ميه كتيره جدا، فباجي اخر 3 ايام بقلل نسبة المية فيها، وبيحصل بخر عندي لانها طبعا حاجة مفرودة مسطحة، فبيحصل نسبة بخر عندي عالية فبترفع عندي نسبة الرطوبة عندي داخل الفقاسة للبيض. فالناس تاخد بالها كويس قوي من الموضوع ده. كل ما يكون عندك المساحة كبيرة للمية وبتحط فيها مية كتير بتبقى عندك نسبة الرطوبة معتدلة، وبتيجي على اخر 3 ايام بتقللي نسبة المية الكتيرة دي عشان يحصل بخر عالي للمية ويحصل عندك نسبة رطوبة عالية في قلب الفقاسة. اما بالنسبة للناس بقى اللي ما عندهاش الفرن وبتعمل في كرتونة او بتعمل في اي حاجة تانية غير الفرن، بتزود عندك انت نسبة المية عندك في الفقاسة، تزودها باي طريقة عندك بقى، شوفي انت حضرتك بتحط المية في ايه بتحطي. اما بالنسبة لتقليب البيض برضو سألت عليه، اول 3 ايام يا جماعة من وضع البيض في الفقاسة انا ما بقلبوش ولا باجي جنبه. بعد 3 ايام النهارده تالت يوم ليا للبيض عندي داخل الفقاسه، ما هجيش طبعا ما هحطش ايدي على البيض، لان انا اكتشفت ان انا لما باجي اقلب البيض عندي بايدي فبيحصل عندي حوادث ان البيضه بتتكسر وبخسر عندي بيض، وبيكون اشتغلت فيه الجنين وبيبقى فيه دم فبزعل جدا. فكل اللي انا بعمله بجيب خشبه عندي، كانت عندي السمان جوه بحطها برفع كده بيها السمان من جنب، فهو بتقلب لوحده اوتوماتيك بتقلب على الجنب التاني. وبعد كده على اخر النهار، ده الكلام ده الصبح، على اخر النهار بقوم راح حاطه الخشبه في الجنب التاني، يقوم البيض جاي لي الجنب ده. كل ده كل اللي انا بعمله، يعني انا برفع عندي البيض كده اهو ما شاء الله اتقلب عند الجنب التاني، ساعه ما بحطه بيرجع تاني. بعمل كده الكلام ده الصبح واخر النهار،
لكن اخر 3 ايام من البيض هيطلع معاكي خلاص ما عدتيش بتقلبي البيض بتسيبيه. بس انا بعمل ايه بقى، يعني انا الصبح هو وش الطبق او كل يوم، يعني انا كده الطبق هوني اللي انا في البيض محطوط كده، بقوم مطلعاه لفاه مخليه الوش ده جوه واللي جوه بره، علشان اوزع درجة الحرارة تكون متساوية على البيض من الجنبين، لان انا عندي اللمبة ناحية هناك، يعني انا عندي اللمبة اهي من ناحية هناك، فانا عشان امن للبيض واحس ان درجة الحرارة جوه البيضة شغالة تمام على كل البيض عندي، بقلب الطبق كل يوم مرة كده وش الجهادي والوش التاني الجهة التانية مرة تانية. فهمتوا انا قصدي ازاي؟ وطبعا المية ما ننساهاش يا جماعة، تكون باستمرار موجودة عندكم، اوعى تنشف منكم، هي لو نشفت المية عندكم داخل الفقاسة خلاص كده البيض بيبوظ. فخلوا بالكم دايما من ان المية تكون موجودة، يعني انا عندي المية هنا ديني بتنشف عندي كل يوم ونص، كل يوم ونص اللي بحط لها برطمان من اللي هو اللتر ده يا جماعة، اهو برطمان ازاز بملاه بحطه جنب الفرن دايما، كل لما الاقي المية عندي نشفت او مش نشفت، يعني عندي هنا المية قلت اهي، فان شاء الله هروح على بالليل كده هملى عليها الصينية تاني مية. المية ضروري جدا يا جماعة لنجاح تفقيس البيض عندكم، فخلوا بالكم او من الموضوع ده خلاص. واي حد يا جماعة عنده اي استفسار او اي سؤال انا تحت امره، وان شاء الله ارد عليه، يعني اشرح له كل حاجة هو محتاجها. والاخت الفاضلة اللي سألتني ان هي بترش البيض مية، ده خطر جدا يا جماعة، محدش يعمل كده، محدش يرش البيض ابدا مية، انتوا كده بتعملوا صدمة للكتكوت داخل البيضة وكده يموت. يعني هي بتقول ان هي ما بيطلعش عندها، انا اشك ان هو بيطلعش عندك بسبب رشك المية على البيض، ده خطر جدا يا جماعة. بتبقى البيضة سخنة من درجة الحرارة، طبعا هي بتبقى درجة حرارتها هي معتدلة، تقوم رش عليها مية تقوم تعمل صدمة للكتكوت داخل البيضة يموت على طول الكتكوت. فخلوا بالكم او من الموضوع ده. واي يا جماعة برضو بكررها، اي استفسار انا تحت امركم، ويا رب اكون رديت على كل الاسئلة اللي سألت لي يعني بشرح موفق بإذن الله. وأي استفسار أنا تحت أمركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. قبل ما انهي الفيديو بتاعنا يا جماعة، والله بعد ما خلصت تصوير داخلة أحط لهم أكل، فوجئت بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، السمان بتاعي القطاع بتاعي بيضوا بطين ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اول بشارة ليهم في البيض زي ما انتوا شايفين، بس يا بنت هتكسريها زي ما انتوا شايفين، بتبقى اول بشارة للبيض صغيرة قوي زي ما انتوا شايفين كده حجمها. ابو حمزة كتكتي بابط ما شاء الله اهو، ده اللي كنت احسب لهم على يوم الجمعة، يبقى دول اللي طلعوا الاولين بقى. دول انا عندي يا جماعة ما شاء الله لسه سخن، انا فصلت الاتصال وانا مش واخدة بالي، البطين هم بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله لسه سخنين، واحدة سخنة وواحدة بدأت تبرد اهي، شايفين صغيرين، بيبقى لسه اول البشارة بتاعتهم يا جماعة، بيبقى البيض صغير قوي زي ما انتوا شايفين اهو ما شاء الله لا قوة الا بالله. يعني كده ابو حمزة في سابقين ناس، طبعا اللي كان سابق هو اللي بض الاول صح؟ انت عندك سمان طلع يعني اول يوم وقعدوا 4 ايام، عم التانيين بدأوا يطلعوا لان كان المواعيد مختلفة اللي احنا حطيناها. ده الابيض ده يا جماعة ذكر، لان زي ما انتوا عارفين احنا عايزين نطلع مولف، فحاطين معاهم ذكر ابيض، ودبحت منهم نتاية اللي رجلها تعبانة زي ما انا قلتكم، دبحتها امبارح بس عشان ما يقعش يتكسر منا البيض، دبحتها امبارح ودبحت من القطع الابيض، ابو حمزه جايبه لنا على انه ذكر، طلعت نتاية. الله يسامحك يا ابو حمزه، اعمل ايه بس والله العظيم الواحد احتار في السمان الابيض ده، يعني زعلت قوي بصراحه يا جماعه، بصراحه ان انا لقيتها مليانه بيض ان انا دبحتها طلعت نتاية وكده، وهو مش عارف الذكر من نتاية ليه. قول لهم بقى العلاجات اللي هي اللي رافعه معانا الحاجات اللي بتتفرع. طيب ابو حمزه بالنسبه للقطيع الابيض ده، انا وانا بنضف لهم النهارده لقيتهم بيضين بيض سقط كتير قوي،
هحط لهم علاجات ايه؟ والله احنا حطينا، انا بالنسبه لي حطيت رافع مناعه وزهقت معاهم بصراحه، تربيتهم سيئه للغايه. والله والله ما عدتش هتكررها يعني تاني؟ شكل كده ما عدتش هتكررها. طب فين هو علبه الدواء لرفع المناعه؟ هحط لهم بقى يا جماعه رفع مناعه، ده اهو هحط لهم رفع مناعه، هو خلص بس هنشتري يعني لمده 3 ايام سنتي على اللتر الميه لمده 3 ايام متواصله، وبعدين نريحهم باذن الله علشان البيض اللي هم بيبيضوه سقط ده، هنحط لهم رفع مناعه، لان اكتشفت زي ما انا قلت لكم ان انا وانا بنضف لقيت الصاجه تحت، بصراحه انا شفت شكلها زعلت قوي، مليانه بيض سقط وبيض برشت، وانا عماله اقول ما بيبيضوش ليه ما بيبيضوش ليه. ويا رب كل اللي عند سلمان يكمل قطيعه على خير يا رب، بدون امراض وبدون اي حاجه وحشه، ويهتموا بصحتهم ويهتموا بالعلاجات ويهتموا بالاكل ونوع الاكل اللي انتوا بتحطوه. وخلاص كده انا حبيت بس اصور لكم البيض اللي طلع لي النهارده، اول فرحه ليا من القطيع بتاعي، بجد فرحت جدا وما رضيتش اضيع عليكم ان انتوا تشوفوا وتفرحوا معايا بالفرحه دي، يعني بتبقى حاجه تفرح بجد لما تخش كده تلاقي القطيع بتاعك باض. وعلى فكره يا جماعه بين السلكتين في بيض مرمي على الارض اهو، هطلعه دلوقتي برضو ما شفتوش الا دلوقتي. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه انا اكتشفت جنب السلكات، شايفين حتى لسه والله البيض عامل ازاي، البيض اكتشفته دلوقتي وانا بكلمكم جنب السلكات، فابو حمزه قال لي هما بيحبوا يخبوا بيضهم، فطبعا عشان البيض لسه متباط صغير خالص لان لسه حجمه صغير، فبقع من بين السلكات لان هما بيبقوا يزقوه زي ما انتم شايفين. شايفين ودي لقيتها برشت اهي وانا بطلعها اتكسرت باظت، وزي ما انتم شايفين البيض عامل ازاي اهو، لقيته جنب السلاكه من الجنب لسه مطلعها حالا والله اهو، حتى عليه تراب وعنكبوت وحاجات من دي، من جنب السلاكه خالص جبته. فخلوا بالكم من الموضوع ده، فانا هحط لهم ان شاء الله هحط لهم في الجنب من هنا خالص، انا جبت البيض من الجنب اللي على اليمين ده، فهحط لهم ان شاء الله حته كرتونه او سيراميكا، وهنا برضه هحط حته كرتونه او سيراميكا زي اللي في الوش هناك دي، علشان ما يخليش البيض يقع مني، لان برضه في قبل كده من حوالي شهرين جبت اكتر من 20 بيضه واقعين تحت صغيرين وانا ما كنتش شايفاهم خالص، وطبعا كانوا نشفوا وباظوا. فخلوا بالكم جدا من الموضوع ده يا جماعه، خساره البيض ده. بس هو الحمد لله البيض سليم مفيش فيه حاجه، بس هو بس متوسخ مطرح التراب والعنكبوت والحاجات اللي زي دي. وبس كده حبايبي، يا رب اكون افدتكم النهارده باي معلومه او سؤال للناس اللي سالتنا عليه.